أول تصريح رسمي من جمال بالماضي عن منتخب مصر ومحمد صلاح بعد شكاوى متكررة هل تسبب ملعب جابوما في نتائج الجزائر. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب منتخب الجزائر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للمنتخب الجزائري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أول تصريح رسمي من جمال بالماضي عن منتخب مصر ومحمد صلاح عقب ظهوره الصادم ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، يتمسك منتخب الجزائر بالفرصة الأخيرة لمواصلة حملة دفاعه عن اللقب عندما يصطدم بمنتخب كوت ديفوار في تمام 6 من مساء اليوم الخميس في ختام مباراة المنتخبين في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية التي تشهد لقاء آخر بين غينيا الاستوائية وسيراليون. وتبدو الحسابات معقدة بعض الشيء في تلك المجموعة مع امتلاك المنتخبات الأربعة كامل الحظوظ في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، بل إن جميعها لديها الفرصة لتصدر المجموعة بنهاية الجولة الثالثة الأخيرة. ولم يكن أكثر المتشائمين من محبي الكرة الجزائرية يتوقع تلك البداية السيئة لمنتخب محاربو صحراء في المجموعة التي استهلها بتعادل باهت بدون أهداف مع منتخب سيراليون الذي عاد للمشاركة في البطولة بعد غياب 26 عاما وعقبها بخسارة مباغتة 1-0 أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية. وجاءت تلك الخسارة لتنهي سلسلة لا هزيمة لمنتخب الجزائر التي استمرت لمدة 35 مباراة متتالية على الصعيدين الرسمي والودي وتحديدا منذ عام 2018 لتنهي أحلامه في مواصلة مطاردة المنتخب الإيطالي صاحب الرقم القياسي كأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات دولية متتالية بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 37 لقاء متتالية، وبات يتعين على منتخب الجزائر الفوز على نظير الإيفواري إذا أراد تفادي الخروج المبكر من البطولة، حيث أن خسارته أو حتى تعادله في المباراة التي ستقام على ملعب جامبوما بمدينة دوالا الكاميرونية ستعني تكرار سيناريو نسخة البطولة عام 1992 بالسنغال حينما ودع المسابقة من الدور الأول بعد تتويجه باللقب في النسخة السابقة التي جرت بملاعبه عام 1990. وفي حال فوز منتخب الجزائر على كوت ديفوار وتعادل غينيا الاستوائية مع سيراليون في اللقاء الأخير فسوف يتساوى مع المنتخبين الإيفواري والغيني الاستوائية في رصيد 4 نقاط لكل منهم، وسوف تحدد المواجهات المباشرة بين منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار في تلك الحالة متصدر المجموعة ووصيفه اللذين سيتأهلان لدور 16 وكذلك صاحب المركز الثالث الذي ربما يصعد أيضا للأدوار الإقصائية حال وجوده ضمن أفضل 4 ثوالث المجموعات 6 بالدور الأول. بعد الشكاوى المتكررة هل تسبب ملعب جابوما في نتائج الجزائر؟ تتواصل أزمة ملعب جابوما الذي يستضيف مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر منافساته حتى 6 فبراير المقبل. وواجه الملعب الواقع في مدينة دوالا العديد من الانتقادات خلال الأيام الماضية بسبب حالة أرضيته السيئة التي وصفها بعض المتابعون أنها غير صالحة لإقامة المباريات. وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت في وقت سابق أن المنتخب الجزائري ونظيره الإيفواري قدم بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف من اجل نقل مباراة المنتخبين المقرر اقامته مساء الخميس على ملعب جابوما. واضافت التقارير ان الاتحاد الافريقي قبل هذا الطلب بالرفض معللا قراره بعدم وجود المتسع من الوقت لنقل المباراة الى ملعب اخر. وعلى الرغم من ذلك افادت هيئة الاذاعة البريطانية BBC ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدرس عدم اقامة المزيد من المباريات على ملعب جابوما وذلك بسبب الحالة السيئة الارضية الملعب. وأظهرت المباراة الأربع التي أقيمت على الملعب حتى الآن مدى سوء أرضيته وعدم صلاحيتها، وهي الشكوى التي أجمعت عليها جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة الخامسة. وتسببت حالة أرضية الملعب في واحدة من أشهر لقطات البطولة حتى الآن عندما تعثر علي سنجاري حارس مرمى ساحل العاج وسقطت الكرة من يده، ما تسبب في تسجيل سيراليون هدف التعادل القاتل في المرمى الأفيال في مباراة المنتخبين الماضية والتي انتهت بتعادل بهدفين لمثلهما. كما انتقد جمال بالماضي
الماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أرضية الملعب خلال تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية، وأكدا أن الملعب لا يصلح لاستضافة حدث كبير بحجم كأس أمم إفريقيا، وكان ملعب جابوما شاهدا على البداية المتعثرة لمحاربي الصحراء في هذه البطولة، حيث تعادل المنتخب الجزائري مع سيراليون من دون أهداف في الجولة الأولى قبل خسارتهم المفاجئة أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الجولة الثانية. وعلل أنصار المنتخب الجزائري هذا المستوى الهزيل للفريق بسبب سوء أرضية ملعب جابوما التي سببت العديد من المضايقات لنجوم الجزائر وساهمت في تقديم الفريق لهذا الأداء المتواضع. وقال أصحاب هذا الرأي أن تردي حالة العشبة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الركض للاعبين وكذلك على دقة التمرينات وسهولة تناقل الكرة. عاجل أول تصريح رسمي من أحمد حجازي يرد فيه على الجميع. أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الجدل حول مستقبل الفرعون بنشره تغريدة جديدة وغامضة. وكتب عباس في تغريدة إلى الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم الإيطالي فابريزيو رومانو إلى المسؤول دائما: فابريزيو رومانو، سنة جديدة سعيدة، كيف تجري الأمور؟ ورد عليه رومانو قائلا: دائما مستعد، كيف حالك يا صديقي؟ ليرد عباس من جديد: أشعر ببعض الملل هذه الأيام. وأراد أحد رواد حسم الجدل بشأن مصير صلاح مع ليفربول، وسأل عباس بشكل مباشر ما إذا كانت تلك التغريدات تتعلق بمستقبل النجم المصري، فرد عباس بشكل مقتضب: لا، ليست كذلك، وكانت تقارير صحفية عديدة أكدت تعقد المفاوضات بين صلاح وإدارة ليفربول من أجل تجديد عقد المصري، وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، ويطلب اللاعب المصري راتبا كبيرا من النادي الإنجليزي للموافقة على التجديد 400 أو 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا حسب تقارير إعلامية، وهو ما يتنافى مع سقف الرواتب لدى الريدز. كارلوس كورش: محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم والجميع يعلم ذلك. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب الأداء الباهت لمنتخب الجزائر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.